شاشة يلعبون. تطلع على الشاشة وضيع وقت في الكاميرا في الأخير طفي المايك، استهتار. بس أنا أشوف ما لهم المتسابقين إذا ما واجهوا عقوبات وما واجهوا شيء من الإدارة أو من الإعداد، يحق لي يا أخي أنا بتلكع وبسوي اللي عندي وبسوي اللي أبو سحاب. أنا بسألك في نقطة مهمة، وش اللي برأي أبو سحاب للمستقبل، وش اللي المفروض يسويه عشان يرد المتسابقين من الردمية للخط بصريح؟ شوف يا ابو لا شوف يا جماعه، دقيقه خلونا نتكلم منطق. احنا ابو سحاب ولا كلامك مقطوع، احنا وصلنا لمرحله جديه خلاص. احنا عذرنا، تكلمنا، جينا من هنا، واجهنا من المتسابقين استهتار. اذا كنا احنا كل يوم نجي نحضر اللي يجي من بيته واللي يجي من دوامه ومن طرقه، واجي هنا واتكلم ولا حياه من تنادي؟ حرام. هنا سؤال وعلامه الاستفهام. ابو سحاب ابي تشوف لي الحل اليوم، ابيك تطلع لي حل. اطلع لك حل، اسال الله سبحانه التوفيق والسداد. شوف اول حاجه انا بكون معك جدي جدا يا سلام. والله صعبه ترى الامور. الـ 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 اذا بنطلع الاداره من المشكله بنكون ظلمنا المتسابقين. يا سلام. واذا بنطلع المتسابقين من المشكله نكون ظلمنا الاداره. الاداره ما قصرت، عندها اليه في كل برامج اللي مرت الواقعيه. نعم. الاداره ممكن يحسب عليها وتدان في التساهل، وممكن الاداره تتساهل في بعض النسخ على ظروف تمر فيها النسخة، لكن ظروف النسخة هذه أنا أشوفها انتهت. أنت جيت من توقف، أنت ما أنت في أول يوم في توقف، أنت الآن في ثاني أسبوع، معناته ما كأنك مريت بتوقف ولا مريت بظروف. الإدارة طبطبت عليهم، كملت النسخة، الإدارة ما قصرت. أنا لما أجي أول يوم وأقول لك عطني جوالك وتعطيني إياه وتهرب لك جوال ثاني، هنا المشكلة فيك ما فيني أنا، مضبوط؟ أنا لما أقول لك لا تظهر لي كلام سيء على الشاشة وتظهره، المشكلة فيك. إلى آخره من المخالفات. الإدارة دورها في اتخاذ القرار. ممكن الأيام اللي طافت الإدارة مثلنا ملت ولا هي بشايفة حماس من المتسابقين للنسخة، نسخة ما يقودها أحد، نسخة ما فيها تكاتف أبدا ولا فيها خوة. صح. واللي اليوم بيرشح لشيخ القرية لازم يفهم وش معنى شيخ القرية. الشيخ اللي شفناه الأسبوع اللي فات، الشيخ اللي راح الله يذكره بالخير، دخوليات وانا اخوك ما هي في برامج الواقع، بس انت ما قدمت اي حاجه. انا فنت المتسابقين، جلست مع نفسي في الخميس والجمعه هذه، صدق والله انا قسمتهم اربع مجموعات. روح. مجموعه التائهين كيف ويقودهم عقاب المري. وش فيهم دولة؟ هذول طال عمرك عددهم ستة. هذول طال عمرك في حيره من امره، يروح للبث ما يروح للبث، اذا راح للبث يتكلم ما يتكلم، ما يدري وش يسوي. يعني لو جاء حق الاعداد الساعة 10 في الليل قال له روحوا ارقدوا ما في بث، راحوا مستسلمين. قال راح. لذلك هو ما سأل عقاب اذا عنده فقرة مطبخ ولا. المجموعة الثانية اللي هم الواهمين، وهذول خمسة ويقودهم عبد العزيز الاسلمي. مجموعة وش؟ الواهمين. هذول خمسة يقودهم عبد العزيز الاسلمي. جميل. وش يسوي؟ هذا يجلس في الغرفة يصنع سيناريو، غالبا السيناريو حدث تروح تاخذ فيه تصميم، تظهر شيء جديد من ملابسك ما لبسته، سبع دقائق ثمان دقائق ما تطول، تقول لك يكتفون، تقول لك تصريح ناري وتروح تشوف ردة الفعل على طول، جوالك في مخباك اساسا على طول، تشوف الريتويت كيف اربع التاق بس اي، وترجع للغرفه ترقد. انا علم. طبعا ذول ما يهمهم، يجي العاب ما يجي العاب، يجي مبادرات يجي، ما يهمهم، هدفه واضح. طيب هل عندهم جمهور صدق ولا واهم فعلا؟ الواهمين. لا هم الواهمين بالوصول، انا اتكلم عن الواهمين بالوصول. اسلم. افندك الواهمين بالوصول. المجموعة الثالثة؟ المجموعة الثالثة المحاربين، وهذول يقودهم محمد مناحي. يا شيخ هذا طال عمرك يخش ما شاء الله، المحتوى لعب لعب، يبي النسخة شعر شعر، فقرة دينية فقرة دينية، نوم نوم، يعني ما في هوية. محارب حتى تحت البث، محاربين تحت البث، هي مشاكل تحت البث. هذول هم الأكثرية وذول هم الأكثر مظلومين من جميع النواحي. ينفجرون. مظلوم من ناحيتنا ممكن، مظلوم من ناحية الجمهور. يا سلام. من النجاح التفوق هذول، حتى ممكن أكثر نسبة في برامج واقعية دول مجموعة المحاربين. أنا أذكر نسخة في محاربين حاربوا لين الشهر الأول بعدين وقفوا، عرفوا ما في جدوى. أيه. لأنه في ستة سبعة سبحان الله اللي سخر لهم. ذائقة الجمهور. طيب عبد الله. أيه. ذائقة الجمهور بعد. ما رد. معليش معليش معليش. صلي على هادي محمد. ذائقة الجمهور أنا ما أقدر أمدحها. أنا ليش ما أقولك ذائقة الجمهور الأغلى، يعني الشريحة الأكبر داجة.
ترى هذا التوفيق من الله سبحانه. في داجة يدلك رب. في دول عندهم دوريات ما عندهم لعيبة يا أخوي، الهند يلعبون كورة إلى الآن حافين، ما ذائقتهم مستواهم الوضع يا فنان. أنا يهمني المجموعة الأخيرة اللي هم المحاربين، لا المجموعة الرابعة، هذه مجموعة النموذجيين، شخص واحد يقودهم، شخص واحد هو الحالة، ولا نبي مع أحد، ولا أعتقد أن يجي مع أحد لأنه متعب. هذا طال عمرك يقوم أول البث يصنع فكرة جديدة، قدم موهبته بتجلي، ممثل سوى كاركترات، خوياه يوم احتاجوه، واحد احتاجه في البرايم، واحد احتاجه في مبادرة، واحد احتاجه في الشرفة، موجود يشارك الجميع، يصنع قصة مع الجميع. فيه ميزة أنه إذا جاء عند الفقرة الجلسة وشافه ما تجوز له، يعني معطيه منحة ما يناسبه ويدري انه ما يضيف ينسحب. يا سلام، هذا نضج، هذا المتسابق الوحيد الى الان والنجم، اذا في كلمه نجم تنقال في النسخه هذه فهي تنقال لسيف الهاجي يا شيخ فقط. فنان استاهل والله، فنان استاهل. انا اقول الحل تدخل الاداره السريع، يعني في طبعا احنا مستمتعين عبد الله، اذا عندك بعد تكمل شيء. لا والله ما خلاص تكفى، قسم لنا الاداره. لا 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 انا بقسم الاداره، ايش رايك؟ تفضل. السلام عليكم، اوريكم شجاعه. تفضل اسمعوا، تسحبون علي بعدها قسما بالله. ما ايش في الاداره؟ لا اليوم احنا كلنا رساله الى صالح الحسين. ايه اسلم، انا يهمني النقطه هذه جدا. رساله الى صالح الحسين.